المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني للفئات المستقلة من الشباب والشابات ومنظمات المجتمع المدني والنساء في الخميس القادم بتاريخ 17 يناير. ستقوم كل من صحيفة الثورة و14 أكتوبر والجمهورية بنشر 3 استمارات مرفقة مع الصحيفة لكل من الفئات السابقة. إذا كنت أو كنت من الشباب المستقل الراغبين بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتنطبق عليك أو عليك الشروط التالية: أن يكونوا يمنيين متمتعين بكامل الأهلية، أن يكونوا غير منتمين لأي من الأحزاب والقوى السياسية، أن يكونوا من الشباب المستقلين الذين شاركوا بفاعلية في التغيير السلمي في الساحات، أن لا يزيد العمر عن 40 عاماً، أن يكونوا متحلين بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية، الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، أن لا يكون قد سبق مواجهتهم بدعوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ألا يكونوا خاضعين لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي. إذا تحقق ذلك، قم بتعبئة الاستمارة الخاصة بالشباب والشابات المستقلين ثم إرسالها عبر الإيميل أو الفاكسات التالية الخاصة بهذه الفئة. أما منظمات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني فيجب أن تنطبق عليها الشروط التالية: أن تكون منظمة يمنية فاعلة، أن يكون لها أنشطة وفعاليات مستمرة وموثقة، أن يكون لها ترخيص من الجهة المختصة أو لها قانون أو نظام خاص ينظم عملها. إذا تحقق ذلك، فقم بتعبئة الاستمارة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني ثم إرسالها عبر الإيميل أو الفاكسات التالية الخاصة بهذه الفئة. أما النساء المستقلات الراغبات بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني فيجب أن تنطبق عليهن كذلك الشروط التالية: أن تكون مواطنة يمنية متمتعة بكامل الأهلية، أن تكون غير منتمية لأي من الأحزاب والقوى السياسية، أن تكون من الناشطات في قضايا المرأة والمجتمع، أن تكون عضوة في منظمة نشطة أو ممن شاركنا في فعاليات جماهيرية، أن تكون متحلية بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولم يسبق مواجهتها بدعوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، ألا تكون خاضعة لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي. وإن تحقق ذلك، قومي بتعبئة الاستمارة الخاصة بالنساء المستقلات ثم إرسالها عبر الإيميل والفاكسات التالية الخاصة بهذه الفئة. كما يمكن تنزيل استمارة الترشيح من الصفحة الخاصة باللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني في الفيسبوك، وهي اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. سيتم استقبال طلبات الترشيح على عناوين المذكورة ابتداء من الخميس الموافق 10 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 20 يناير الساعة 12:00 ظهراً.